عادة يقع تداول هذا المصطلح إعلاميا، ويقع ربطه بحملة الاعتقالات. يقولوا بدأت الحرب على الفساد، بدأت الحرب على الفساد قبل، بدأت مع حكومة حبيب الصيد الحقيقة، زاد خذات نسق مع أول تعيين حكومة يوسف الشاهد. الحكومة الحالية هذه ورئيسها الحكومة الحالية هذه في 9 ديسمبر 2016 أمضى على الوثيقة الخطة العملية وميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والتزم كحكومة على تطبيق جملة معنا على تنفيذ جملة من الإجراءات في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية. في ماي اللي فات كانت حملة على بعض الفاسدين. اللي فات اللي الحكومة استعملت المرسوم المتعلق بالطوارئ تاع 78 نجيو للجانب المتعلق بمسألة اللي تم فيها نقاش للجوء للقضاء العسكري إلى غير ذلك. هذوما الكل يعني إشكاليات أخرى تناقش. احنا الحقيقة فيما يتعلق بالحملة هذه وقتها ساندنا للرئيس الحكومة أنه يفعل دوره كسلطة تنفيذية باستعمال بعض الآليات لإعطاء إشارة أنه كحكومة هو معناها مع مكافحة الفساد وتفعيل صلاحياته، ولكن في نفس الوقت نحن نحب نذكر اللي من الأول قلنا راب هذا لا يكفي، وقلنا هذا لا يكفي لعدة اعتبارات. أولا نحن ناس واقعيين، وحتى في محاربتنا لظاهرة الفساد نحاولوا باش نكونوا براغماتيين. اش معناها براغماتيين؟ أن نحاولوا باش الجهود تمشي إلى مكمن الداء، ومكمن الداء قلنا ولا نزال هو في المنظومة. وقلنا زاد كذلك أنه لا يمكن أن نكتفي بإيقاف بعض الفاسدين فقط، اللي نجم يكون عددهم 10، 20، 30، 40، 50 إلى غير ذلك. فبالتالي أي حملة من هذا القبيل يجب أن تتبعها حملات، لأنه نحن نعرف اللي عدد الفاسدين ما همش 10 وما همش 20 وما همش 100 وما همش 200 للأسف، وما همش 1000 وما همش 2000. فبالتوازي يلزم يكون هناك الجانب الجزائي الردعي، المسائل القضائية والمسائل الإدارية والمعنوية والإعلامية واللي تحب أنت، ولكن في نفس الوقت يجب أن نتجه أصلا ورأسا نحو المنظومة. نحن كهيئة وطنية لمكافحة الفساد، الحكومة نعلمها بأي إجراء أو أي تتبع سواء يكون مصدره الهيئة ولا غير الهيئة، ويبلغ إلى علمنا ما يتعلق بمسؤول إداري اللي هو تحت أنظار الحكومة، لأن الحكومة هي السلطة معناها التنفيذية، ورئيس الحكومة هو رئيس الإدارة. وهناك عدد لباس به من الأسماء اللي احنا بطبيعة الحال علمنا الحكومة، قلنا راو هذا وهذا وهذا وهذه إلى غير ذلك، هذو الناس تعلقت بهم شبهات فساد، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حالتهم على النيابة، والنيابة بدورها حالتهم على عادة على القطب القضائي المالي اللي هو مختص في جرائم الفساد وفي تهم الفساد. الهيئة احنا عام 2016 حلنا تقريبا 96 دوسي على القضاء، وعام 2017 حلنا 245 اعتقد 245. مثلا الناس اللي تم إدانتهم فما بالعشرات، وذا نحن تو باش نحاولوا نحصروه في تقريرنا نتاع 2017 اللي باش يقع الإعلان عليه، اللي تم إيقافهم ولا إصدار بطاقات إيداع في حقهم زاد كذلك بالعشرات. التفاعل القضائي خاصة على مستوى النيابة وعلى مستوى قضاة التحقيق أحسن بكثير مما كان عليه. وهنا باش نقارن، أنا نقارن بملفات لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد اللي هي تقريبا 400 ملف، تقريبا 500 ملف تم إحالتهم من طرف اللجنة واللي يهموا جرائم متعلقة بالنظام السابق، واللي لحد اليوم لم يتم فصل سوى تقريبا 10% من هذه معناها الملفات. فبالتالي
باش نحكيه بصفة معناها موضوعية، نقول هناك تقدم كبير على مستوى التعاطي للقضاء، خاصة مع أحداث القطب المختص على المستوى القضائي، ولكن نفس القصة فيما يتعلق بالأداء الحكومي. هناك تقدم ولكن النسق زاد كذلك ضعيف، من بعض أسبابه أكيد اللي لوبيات الفساد موجودة حتى على مستوى السلطة القضائية، وذا لا يمكن أن ننكره. ممكن فما تدخلات، ممكن فما إغراءات، ممكن فما يعني لوبيات الفساد تأثر وتعطل المسار القضائي، ولا حتى يعني تمشي به في اتجاه غير الحقيقة والإنصاف والعدالة، ولكن زاد كذلك فما إشكاليات أخرى من نوع قلة الإمكانيات. فما الإشكالية الكبرى بعلاقة بالملف تعاطي القضاء مع ملفات الفساد هي المنظومة التشريعية، المنظومة القانونية، وخاصة نحكيه على مجلة الإجراءات الجزائية. احنا معدل نشر قضية فساد والتعاطي القضائي معها بين 5 و7 سنوات في تونس، لأنه إذا إنسان يقترف جرم ولا يتم محاسبته إلا بعد 5 و7 معناها سنوات، وفي الأثناء هو مازال يواصل مثلا في تحمل المسؤولية، وذلك نبهنا عليه الحكومة، قلنا مثلا بالنسبة للمسؤولين اللي تم إحالتهم على القضاء يجب يعني تجريدهم من مسؤوليتهم في انتظار معناها الفصل القضائي. فما زال هناك بعض المسؤولين المتعلقة بهم مش تتبعات، مش شبهات، تتبعات قضائية، واللي مازالت معناها مازالوا محل ملاحقة قضائية. وإحنا قلناها ونعاود نقولها، راهو ماناش مع أنه الناس هذو مثلا يقع فصلهم، ولا الناس هذو ما مفروض اللي يكونوا عندهم مسؤوليات يقع تجريدهم المسؤوليات هذية، إبعادهم على موقع القرار، موقع المسؤولية، ويدافعوا على أنفسهم، لأن هما في الأخير يتمتعوا بقرينة البراءة في انتظار معناها أنه القضاء يقول كلمته في شأنهم. هو التقييم لهذا القانون سواء بالنسبة للناس اللي معاه والناس اللي ضده ما زالت ما صارتش، لأنه لحد اليوم ما صارتش حتى دراسة مثلا للقرارات أو الأحكام القضائية اللي صدرت في حق الناس هذو، كم عددهم، شنية التهم اللي كانت موجهة لهم، هذا الكل مازال معناها ما صارش، على الرغم من أنه مر عليه أكثر من عام هذا القانون، ويبدو اللي انتفعوا به عدد من الناس معناها من الإداريين. فبالتالي عملية التقييم الحكم له أو عليه لم تتم لحد الآن، ولكن الامباكت متاع القانون هذا كما روج إليه على أساس أنه ربما باش يساهم في بعث روح جديدة في الإدارة وتحرير المبادرة إلى غير ذلك، هذا الحقيقة ما صارش من خلال عديد اللقاءات ومن خلال عديد الندوات سواء عقدتها الهيئة ولا اللي حضرناها ولا نحن معناها أسمعنا به، لأنه لحد الآن لا نزال نسمع بأن بعض المسؤولين لا يريدون الإمضاء وتحمل مسؤولياتهم في بعض القرارات كما في الصفقات إلى غير ذلك، خايفين قال شنو معناها من المساءلة. حتى المرة اللي فاتت اطلعت على فحوى تقرير تعرض الندوة صارت في بعض المراكز الدراسات، وكان محل يعني الجدل هو الفصل 96 هذا الشهير متاع مسؤولية الموظف إلى غير ذلك. فبالتالي لحد الآن لا أعتقد أنه الغاية المرجوة من هذا القانون قد معناها تحققت. طبعا الهيئة من اللي بدأت تخدم ومن اللي بدينا نحيله في ملفات ومن اللي نبهنا إلى مواطن الفساد في بعض القطاعات الهامة وحلنا عديد الملفات، وإحنا نتعرض للضغوطات ونتعرض للعراقيل. كما تعرف هناك عراقيل وضغوطات
وتهديدات مباشرة، وهناك الغير معناه مباشر، غير مباشر أنه الهيئة كما تعرف مثلا مسألة متعلقة بالإمكانيات عانت ولا تزال تعاني الهيئة من صعوبة الحصول مثلا على التمويل العمومي الكافي باش يمكنها من القيام بمهامها. الهيئة لا تزال تعاني من ممانعة بعض الإدارات فيما يتعلق بتنفيذ بعض القوانين حتى اللي صدرت هذه حديثا، كما القانون المتعلق بحماية المبلغين. لا تزال هناك بعض الإدارات قرارات الهيئة اللي عندها علاقة بالحماية ما تمتثلهاش، أو يقوموا معناها بمحاولة تعطيل تنفيذها عبر الطعن معناها القضائي فيها لدى المحكمة الإدارية. وهناك زاد كذلك المسألة المتعلقة بالهيكل الإداري المختص اللي القانون بتاع حماية المبلغين بتاع مارس 2017 أوجب على كل إدارة عمومية، على كل هيكل عمومي، أن تكون عنده هناك هيكل إداري مختص بالعلاقة مع الهيئة في هذا الموضوع. اللي وقت اللي نحن تجينا ملف نتاع طلب حماية نتوجه للهيكل هذا الإداري المختص ونتعامل معاه باش نشوف ويندرى الملف نتاع طلب الحماية هذا وجيه ولا غير وجيه. إلى اليوم يعني على الرغم من أنه القانون تمر عليه أكثر من عام وبينتو ربما عام ونص، على تقريبا 1000 هيكل عمومي فما تقريبا 76 فقط امتثلوا وعينوا الهيكل الإداري هذا المختص. تعرفوا زاد القصة متاع التهديدات اللي تتعرض لها الهيئة والتهجمات اللي يتعرضوا لها من طرف لوبيات معروفة وبعض أشباه المدونين وبعض أشباه الصحفيين اللي ما عندهمش الحمد لله حتى علاقة لا بالصحافة ولا بالمدونين، واللي مختصين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر التشكيك فيها، عبر توجيه اتهامات معناها باطلة لرئيس الهيئة لعائلته لابنه لزوجته إلى غير ذلك.